المهنة اللي بتختارها بتأثر بشكل أساسي على مستقبلك وأسلوب حياتك، وإنك تفكر شو بتحب تعمل وبأي مجال بتبرع أمر ضروري. بس في أمور تانية مهمة لازم تاخدها بعين الاعتبار، مثلاً هل الاختصاص الجامعي اللي بتحبه رح يأمن لك مهنة مردودة المالي مثل ما بتطمح؟ هل أنت مستعد ترضى بالأقل بس تتخصص بالمجال اللي بتحبه؟ أو بتفضل تتوجه على اختصاص مستقبله أحسن؟ أكيد الخيار منه هين. شو هي مجالات العمل يلي بيأمن لك إياها هالاختصاص؟ وهل هي مطلوبة بالسوق المحلي؟ شو هي الجامعات يلي فيك تدرس فيها؟ وقدي كلفة الدراسة؟ وهل فرص العمل بعدين تستاهل هالكلفة؟ هل الشهادة الجامعية كافية لحتى توصل بمهنتك لمطرح ما بدك؟ أو لازم تكتسب مهارات تانية مهمة مطلوبة بسوق العمل، مثل مهارات استخدام برامج معينة على الكمبيوتر؟ وشو كلفة تعلمها إذا ما فيك تتعلمها لوحدك؟ بالنتيجة الدافع الشخصي لأي عمل أكيد مهم لحياة مهنية ناجحة، بس كمان لازم تفكر بأمور تانية بتوفر لك التطور والمردود المالي يلي بتستحقه.